السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلام وسعادة يا رب، ويدوب عليكم الحياة السعيدة وبصحة جيدة بإذن الله يا رب، يحفظ أولاد لجميع إن شاء الله. النهاردة هقدم حاجات بسيطة جدا ليكم، اللي هي انا اسفه ان انا ما ردتش على الامهات امبارح على كل الكومنتات اللي نزلت بخصوص كتب التأسيس دي. كتب انا عملتها، يا رب يجعله خير ان شاء الله، ويا رب يعني تنال رضاكم وتعجبكم باذن الله. دي مخصوصه للام وللطفل. الكتب دي باذن الله اللي هتكلم عليها بالتفصيل وهوريكم ايه اللي جواها، تمام؟ بحيث لكل الامهات اللي عندها اي استفسار اي سؤال تيجي تشوف الفيديو، تمام؟ هو الفيديو ده هيرد على كل استفساراتكم فيها، تمام كده؟ اول حاجه هنعرض الكتاب الاولاني، ده اول جزء من الكتاب. ده الكتاب ده بيتكلم فيه فوكابلر و ريدنج، تمام كده، اللي هو في الكلمات، وفي نفس الوقت في الاخر جزء في القراءه من ضمن الكلمات اللي الطفل اخدها. تعالوا نشوف بقى الكتاب اللي جوه. تعالوا نشوف اول حاجه، الطفل هنا هياخد الفابت او الحروف بعض، صح، كابيتال وسمول، بس هيئة حاجات كده زي فلاش كاردز، حاجه بسيطه جدا. طبعا الاطفال الصغيره لسه بتتعرف على الحروف، بالنسبه لها لو انتوا شايفين كده الكاميرا واضحه، ولا انا حاسه ان هي جايبه بالمقلوب، صح ولا ايه؟ جاي بالمقلوب للاسف. طب استنى هجيبها لكم بشكل تاني، لحظه. ده اهو كده الاحسن، صح كده؟ ده شكل الكتاب. هنا الحروف كابيتال وسمول، ده لازم الطفل اول لما ياخدهم لازم ياخد الاتنين مع بعض، الكابيتال والسمول. بعد كده طبعا ده شكل بسيط جدا، وهنا شرحت على حروف الفاولز لازم يتعرف عليها. هنا شتات بقى، يعني الحلاوه في المذكره دي او في الكتاب ده اللي هو مليان شتات زي ما انتم شايفين كده، عشان تثبت الحروف عنده. هنا هيمشي على تريس، هنا هيوصل، هنا هيلون. احنا برضو الموضوع ده احنا مش للطفل خالص، هو الكتب فيها مام فيها كادز، يعني احنا مهتمين بالطفل وفي نفس الوقت مهتمين بالام. طب الطفل اهو اتعرف على الحروف، هنا بقى الام بقى هي طبعا هتعرف الساوند بتاع كل حرف، زي مثلا ا اي وهكذا، فدي بتعرف عليها بخلال ايه، الشكل اللابس او الشفايف، تمام. طبعا هي اكيد طبعا لازم تسمعها، تسمع نطق الحروف الاول او تسمع الساوند، وبعد كده بتبص على شكل الشفايف النطق بيبقى طالع عامل ازاي، ده خاص للام. هنا بقى الطفل بعد ما يخلص الحروف بياخد الكلمات الخاصه بكل حرف، يعني دلوقتي انا عندي حرف الاي، طب انا الساوند بتاعه ايه؟ طبعا اه. طب نسمعها من الكلمه ابو، نسمعها من الكلمه الثانيه اند، تمام كده. ده مهم جدا اللي هي الكلمات دي طبعا بصور حلوه وجميله، بحيث هي كمان تعجب الطفل. انا الكتاب براعي جدا عين الطفل قبل اي شيء، زي ما انتم شايفين كده اسم الكتاب English for Mom and Kids، تمام كده، ده اسم الكتاب، ده الكتاب الاول. بعد كده هيحل بقى شتات ويلون، بحيث ان هو يتعرف على كلمات جديده، تمام كده، وفي نفس الوقت يتعرف على الحروف وتثبت معاه. هنا هيوصل، هيعمل ماتش زي ما انتوا شايفين اهو، هنا هيكمل بالشكل ده. اجيبه كده، طيب الكاميرا اجيبها كده ولا خليها زي ما احلى؟ خليها زي ما احلى افضل. هنا ستوري بسيطة جدا على الحرف الايه، letter A، تمام كده. هنا اللابرز هياخد على الارقام، بس اهم حاجه وانت بتاخد على الرقم لازم اقول لك حاجه من فوق كده، هاو ميني كابز ار ذير، هاو ميني مشرومز ار ذير، هاو ميني باترفلايز ار ذير، وهكذا. ودي طبعا لازم الام هنا تبقى يعني لازم يعني تتكلم انجلش، لازم يبقى في ممارسه من فوق، لازم وهي بتشاور لازم تنطق بالانجلش العباره اللي موجوده فوق، بس هتبدل كلمه كابز بمشرومز، ستروبيريز، كالدس، كابس، بيلز، وهكذا. الكتاب ده طبعا بيتباع اونلاين ان شاء الله، هقول لكم كل التفاصيل، بس هفرجكم اول حاجه على الكتاب. طيب هنا بقى الشيتات الخاصه باللابرز، اللي هو لازم برضو يبقى عارف شكل الحروف بتاعتها، يعني 1، ويعرف الكلمات بتاعت الحروف بتاعتها. هنا
بالشكل ده. هنا بقى هناخد على الكالرز، هي الالوان. فطبعا لازم الام وهي بتعرف ابنها على الالوان لازم تقول له وات كالر از ات، تمام كده. وطبعا بتمرنه بقى ريد يلو وهكذا. هنا بقى رسمه بسيطه جدا فيها الالوان وبتقول له وات كالر از ات على شكل العصافير بتاعتها، تمام كده. وهي الطفل هو بقى يقول لوحده، تمام. وهنا الشتات برضو الخاصه بالالوان، وهيلون برضو. عندي هنا شيبس الاشكال بيتعرف عليها، هي طبعا مش كل الاشكال بس هي زي ما احنا قلنا المذكره بتنفع او الكتاب بينفع بال5 سنين، فبالتالي الكتاب مناسب جدا للطفل اللي عنده 5 سنين والكي جي 1 والكي جي 2 ولحد اولى ابتدائي، وبالذات لو هما لسه مش متاسسين قوي. خلاص خلصنا الشابس والشيتات بتاعتها زي ما انتم شايفين اهو. هيكتب عشان نعرفه بس شكل الكلمه عامله ازاي، سيركل سكوير وهكذا. هيكتب، تمام. لازم يكتب الكلمه ويمشي على تريس عشان يقدر يتعرف على شكل الكلمه عامله ازاي اهو زي ما انتم شايفين. هناخد بعد كده عن الضمائر الملكيه، الاي والهي والشي والايت وهكذا، بصور جميله مبسطه وحلوه. وهنا برضو هيحل ماتش على اللي هو اخده، تمام كده. وهيمشي هنا على تريس ويكتبهم عشان الضمائر الملكيه او ضمائر الفعل، سوري ضمائر الفعل، تمام كده. مهمه جدا اللي الطفل لازم يتعرف عليها. بعد كده بياخد على الفاميلي، تمام، العيلة، ودي مهمة جدا. وطبعا وانتي بتسألي فوق هو از هي او هو از شي as you like، وانتي بتشاوري هو از هي هو از شي هو از هي هو از شي هو اي هو ار ذي، لو انتي بتسألي على الجمع هو ار ذي، دي مهمة جدا برضو عشان اللي بنعمل براكتس بالانجلش، يعني الانجلش محتاج ممارسة زي ما احنا عارفين. هنا طبعا هيمشي على تريس ويكتب وهيوصل ويحل ويعمل سيركل على الكلمة الصح زي ما انتوا شايفين. هيخلص الفاميلي، هيخش على البادي الجسم بالشكل ده. انا طبعا مش كاتبه عربي لان طبعا مش عايزه اشوشه، مش عايزه الخبطه، لان انا عايزه اعلمك انجلش بس. فطبعا الرسمه اهي والاشاره موجوده، يعني الرسمه موضحه ان دي شكل العين، هنا موضحه ان هنا شكل المناخير، هنا موضحه ان هنا في تيت اسنان وهكذا. في فولكس وفي كل حاجه. انا بس بوريكم الكتاب الاولاني بس الاول، لحظه. هنا الشتات، هياخد هنا على الحواس الخمسه اللي هي 5 senses، تمام، بالشكل ده بالشيتات بتاعتها. بعد ما يخلص الحواس الخمسه هيحل ايه، هياخد ايه بقى، هياخد على الانيمالز الحيوانات. ولا مكبر الصوره عشان تلفت انتباه الطفل وفي نفس الوقت يبقى سهل عليه اللي هو يتعرف على الانيمالز بكل سهوله. في بعض الامهات هيقولوا لي كلمات تقيله وطويله وحاجه صعبه، لا مش صعبه خالص، لان احنا مش بنطالب منه اللي هو يتعرف على يحفظ كتابه، لا احنا بنتعرف عليه اللي هو يتعرف عليها اورال، يعني شفوي عادي مفيش اي مشاكل، بس اهم حاجه اللي هو يتعرف، اهم حاجه اللي هو يعرف ينطق انجلش صح. زي ما انتم شايفين كده اهي الحيوانات، هي كتير قوي بس ايه. وبعد كده الشتات بتاعتها، عندي هنا الإضاءة، عندي هنا حيوانات البحر سي أنيمالز، دي مهمة جدا لازم الطفل يتعرف عليها زي ما انتوا شايفين. والشيتات بتاعتها، هرد حاضر والله على كل الأسئلة عليا ليكو. أنا بس الأول بوريكو عشان بس إيه ميبقاش أنسى أي حاجة. الشيتات أهي. بعد كده بياخد على الطيور بيردز، تمام كده زي ما انتوا شايفين. وبرضو الشتات بتاعتها. الكتاب ده بيميزه اللي هو الكتاب ده 231 صفحة زي ما انتوا شايفين، اللي يميزه اللي هو مليان شتات، مليان حل كتير. الكتاب يخلي الطفل هو يحل كتير، يعني بعد ما ياخد معاكي مثلا الفارم انيمالز على حيوانات المزرعة، اخدها تمام زي ما انت شايفة كده، يبتدي بقى ايه يحل الخاص بالفارم انيمالز، تمام كده. ويكتب برضو لان لازم نعرفه كتابه عليها. وبعد كده بياخد على الانسكتس الحشرات، وبرضو يكمل الحروف بتاعتها من خلال طبعا الساوند بتاعتها او الصوت او النطق. يعني
هنا بقى الشتات عبى بقى على كل الحيوانات اللي هو اخدها، سواء فارم سواء وايلد سواء سي انيمالز، كل ده الشتات عبى بنلخبطه بقى، فاهمين لي زي ما انتوا شايفين كده. بنشوفك بقى انت ايه نظامك، فهمت كده ولا الدنيا تمام ولا العيد تاني؟ اهي زي ما انتوا شايفين الشتات اهي. بعد كده بياخد على الكلوز الهدوم او الملابس، انا طبعا قلت اعرفه كل حاجه الخاصه بالكلوز او كل الملابس يعني، وبطريقه برضو بسيطه وحلوه زي ما انتوا شايفين كده اهي. دي طبعا بالعرض بقى زي ما انتوا شايفين اهي، تمام كده. الكتاب اسمه مام انجلش فور مام اند كاتس، يعني الام والطفل، الكتاب ده خاص بالام والطفل. الكتاب مش كتاب واحد، ده الكتب كلها، ده 4 كتب ب 125 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. هيحل بقى على هو اخده بخصوص الكلوز، طبعا برضو شتات كتيرة كتيرة زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا شايفين. هاخر لا مش اخر حاجة دي، معلش، دي اسمها ويك دايز، ايام الاسبوع. وطبعا بالنسبة للاجيال بيبدأوا بالايام الاسبوع بالسال داي اللي هو يوم الحد، تمام. فطبعا احنا بنمشي على حسب المنهج او الحياه اللي هناك في امريكا او كده. هنا سالداي، مالداي، تيوزداي، تيوزداي، ويلزداي، ثرزداي، فرايداي، ساتردي، وهكذا. طبعا هيمشي عليها بخط عريض شتات، تمام كده اهي زي ما انتم شايفين، عشان يقدر يتعرف عليها بسهوله. وهنا بقى في اسئله خدع كده، يقدر الطفل يتعرف على ايام اسبوع بالترتيب، ايه اللي يجي قبل ايه وايه اللي يجي بعد ايه وهكذا. بعد كده بياخد مانثس اوف ذا يير، شهور السنة، تمام كده بطريقة حلوة وجميلة. وفي نفس الوقت بيمشي على تريس جانوري فيبراوري وهكذا اهو، ويكمل. هنا هياخد عن ال سوري في حد بيقول حاجة، الاي فيل ده اونلاين بيتباع اونلاين، لسه ما وديتوش مكتبات لسه. ده انا معايا دلوقتي حاليا 10 نسخ، فطبعا انا قلت مش هجازف بنسخ كبيره غير لما اشوف راي الناس. والله الناس عجبتهم، انا ممكن ان شاء الله اعمل نسخ كتيره، ويعني يبقى هقول لكم على التفاصيل، ما تلاقوش خالص. دي 4 seasons in the year زي ما انتم شايفين اهو، وطبعا الشتات بتاعتها. ويلون برضو، انا يعني انا عارف في اطفال بتحب تلون وتحب الرسم وتحب الحاجات دي، فاحنا مش ناسينها في الحاجات دي، اللي هم يمارسوا هويتهم عادي في الانجليش، الكتاب مش معقد خالص. وهنا برضو بطريقه لطيفه ازاي نوزع شهور السنه على جير فيجن كده على الفصول السنه. هياخد حاجه تاني، حاجه على الفوت اللي هي الفواكه زي ما انتوا شايفين. وهنا يوصل بقى برضو الشتات. اخر حاجة هياخد على الجابس، تمام كده، اللي هي على الوظائف. بطريقة هنحاول احنا بنسهلها له بالصور. طبعا في ناس هتقول لي الكلمات كتيرة وازاي يعرف، يا دوبك يعرف دكتور وفارمر وانجينير بس يعني، تمام. لكن ليه كل ده؟ لا مش ليه كل ده، ده لصالحه هو، كل ما يتعرف على حاجات كتير يعني كتيرة يبقى بالنسبه له افضل، وفي نفس الوقت يعرفها اورال. انا مش طالبه منه ان هو يحفظها يعني كتابه، زي ما احنا الاسلوب القديم ده خلاص نحاول على قدر الامكان ما نعملش بيه زي ما انتم شايفين كده. وبرده الشتات يحل بقى، يحل كتير طبعا مساعدتك له، تمام كده. تبقى قاعده معايا طبعا اثناء الحل وكده يعني. ودي الهوم وورك. طبعا الوظائف خلاص خلصناه. بياخد حاجة على الفيربس، لازم يتعرف على الأفعال. ها بقى لازم الطفل يبقى عارف أسماء زي ما احنا أخدنا قبل كده بالشرح، يعني الشرح اللي قبل كده والكلمات. وبياخد على الأفعال، دي مهمة جدا وبصور حلوة وجميلة اهي زي ما انت شايفة كده. هنا بس دي عايزة تتظبط، إن شاء الله هنعدلها في النسخ الجديدة بإذن الله. انا كده وريت الكتاب كله، تمام كده، عشان ما حدش يقول لي ميس صوري الكتاب. انا طبعا الكاميرا عندي والله ضعيفه جدا، فلما اوريها لايف افضل بكتير لما انا اصورها واعرضها
هنا الفيربس، حطيت الفيربس كله، بس في افعال طبعا يعني ايه مش عايزين نتقل على الطفل فيها، فهو يعرف اساسيات الافعال بس، الافعال الاساسيه، والى شتات عليها. شتات شتات كتيره قوي. خلاص اهو كده على الفيربس زي ما احنا قلنا، وهي اللي يحل برضو. طيب بابي بقى استفادت ايه بالموضوع ده بقى؟ بابي هقول لكم استفادت ايه من الكتاب ده. الكتاب ده اولا هنا برضو زي ما احنا قلنا الشيتات وديلي واكتيفيتيز وحاجات كده، لازم دي ليها علاقه بالفيربس اللي هو اخدها، تمام. ودي هنا يعني اكشن فيربس طريقه يعني زي مراجعه عامه على كل الافعال اللي هو ياخدها بالرسومات بتاعتها زي ما انتم شايفين، تمام. بس انا مش كاتبه كلمه عربي، اللي الصوره كافيه، الصوره لحد ذاتها كافيه، اللي هي تعرف الطفل الفيرب ده ايه او بيعمل ايه او بيساوي ايه بالظبط، تمام. زي ما انتم شايفين كده. اخر حاجه بقى I can read، انا استطيع اقرا من دبل الكلمات اللي هو اخدها على مدار الكتاب ده كله، بتيجي الجزء اللي ورا، تمام كده، وبيقدر يفرق بقى دي صن ولا صم، تمام كده. فهو هنا هيقرا كلمات بسيطه، كلمات مكونه من 3 حروف في الاول، تمام كده. طيب وهنا هيقرا بقى جمل من الكلمات اللي هو اخدها، يعني ال ابل از ريد، طبعا برضو بالحاجات اللي هو اخدها. هو صعب اللي هو الطفل يقراها؟ لا، سهل جدا، ليه؟ طالما هو اخد الكتاب، تمام كده، طالما اللي هو اخد يعني اخد الحاجات الموجوده في الكلمات قبل كده في الكتاب، يبقى سهل عليه قوي اللي هو يتعرف عليها قرايه، قراءه يعني. هو كل ده في كتاب واحد، والنسخ التانية عاوزين نعرف معلومات على، حاضر هقول لكم، والله هقول لكم، اصبر عليا اهو، تمام كده. طبعا هنا طبعا في اسئله زي الباراجراف كده احنا بنمر له عليها، بس على ايه؟ جمله يعني اصال از يالو اليكس ساركا، فانا طب انا هو قراها وفهم وترجم، طب يلا بينا، اصال از ايه؟ بلو ولا يلو ولا ريد؟ فهو يختار، تمام كده، زي ما انتم شايفين كده. ده هنا برضو بتمرنه على القراءة، وبرضو يلون، وفي نفس الوقت يعني عايز يلون براحته وعايز يعمل سيركل براحته. دي برضو قراءة، كل الجزء اللي ورا ده خاص باللي هو اخده قبل كده كقراءة. دي هنا قراءة تدريجية، ذا ذا دوغ، ذا دوغ ران، ذا دوغ ران اوت، ذا دوغ ران اوت اوف، the dog ran out of the dog ran out of the house. دي القراءة التدريجية بطريقة حلوة وشيقة، تمام. طيب يلا بينا، كل ده خاص بالقراءة زي ما انتوا شايفين كده، وباراجراف وحاجات زي كده اهو، وبرده مننساش اللي هو يقدر يمارس هوايته. ده هنا برضو على الفيربس، هنا بقى هنا دي لعبة عادي، لعبة ظريفة لطيفة كده. هنا طب يعني أستاذ حضرتك مكتبة الصفا والمروة، احنا قلنا ممنوع للكات صح كده، وطبعا يعني كده ما ينفعش، انا بعلن على كتابي، يعني حضرتك تحطي لي الليلك بتاعك ليه؟ مش عارفة اقول ايه الصراحة، الله مستعان. المهم هنا براكتس انجلش، هنا طبعا الام هنا بقى بتتدرب عشان تقدر تتكلم انجلش مع ابنها، تعمل ايه اهو، شرحت لها بقى لما يجي يصحى من النوم تقولي له ايه، جود مورنينج، جود افترنون، مثلا جود ايفنينج، جود نايت، وهكذا. طب لما تيجي تقول اسمعني، listen to me، take a shower، open your book، close your book، كل ده شرحته لها هي، فهمته لها ازاي عشان تقدر تمارس الانجلش مع ابنها بكل بساطه. كده الكتاب خلص، ده اول كتاب شفتوه كده. تعالوا شوفوا الكتب التانية، هرد حاضر والله على اسئلتكم، حاضر عينيا ليكم. الكتب التانية ده الكتاب الخاص بالجرامر، تمام كده. هياخد ايه الطفل في الجرامر؟ لازم يتعرف على اللاونز، الاسماء، اللاونز دي عبارة عن ايه، بعد كده ويحل الشتات برضو بتاعتها زي ما انتم شايفين، يقدر يفرق من البليس والانيمال والثلج وهكذا والبيرسون. عندي هنا وهو شتات برضو، عندي الا والان، ادوات النكره، ودي مهمه جدا وشرحتها لك بطريقه مبسطه وبطريقه يعني باللغه العاميه، اللغه العاديه خالص، تمام.
اهو حطيت لك هنا سؤال خاص بال هنا، اختبر ذكائك، ودي مهمة جدا، بنعمل فيها اختبار الذكاء للطفل كده بعد ما اخد الآية والآن اهو، بعد ما اخد الشرح ده. طب يلا نسمع الصوت لحظة، خليكم معايا ثواني. تليفون، معلش كلب يرن. يا ربي، طب لحظة خليكم معايا معلش. برضو الكتاب ده من سن 5 سنين واتباع اونلاين. طب يلا بينا، يا رب اللي بيرن ده يخلص. يلا بينا. هنا بقى حل الشتات بقى خاص جدا بالآ والآن، وطبعا دي مهمين جدا على فكرة، ما حدش يستهيفها نهائي، لان الآ والآن دول لازم الطفل يكتبها قبل اي اسم مفرد، فدي مهمة جدا. لا ده انجلش بس، لان قالها تخصص انجلش مش تخصص عربي وحساب. تمام كده، زي ما انتوا شايفين اهو، شتات خاصة بالآ والآن بكل اشكالها عشان تثبت المعلومة، تثبت زي ما انتوا شايفين. اللايف وقف، معلش اتصلوا بيا. طيب يا جماعة، ادي كده الشتات الخاصة بالآ والآن. بعد كده، بعد ما الطفل بياخد الآ والآن، بياخد الجمع والمفرد. تمام كده، دي مهمة جدا. تمام، وبعد كده بياخد الجمع بقى بكل حالاته بكل تفاصيله. خليكم معايا معلش. طيب اهو ده الجمع بكل حالاته، اللي امتى احط اس، امتى احط الاي اس، امتى احط الاي اي اس، امتى احط مثلا، بس الاضاءه معلش سوري، امتى احطش الاي اي اس واحط اس بس، امتى احط الفي اي اس، امتى الجمع يبقى irregular يعني شاذ. تمام كده، ويحل الشتات بتاعتهم برضو، وده مهم جدا برضو، مش صعب على فكرة، الموضوع مش صعب خالص، لأن لازم الطفل يتعرف عليهم، لازم يتعرف على كل حالات الجمع. بعد كده، بعد ما بنخلص بياخد ايه الفيديو ده مهم جدا، الناس اللي عايزة تأسس أولادها من غير حتى كتاب، ده مراحل التأسيس عاملة ازاي. تمام كده، بياخد الضمائر الفعل وبيتمرن عليها عشان دي مهمة جدا، لازم يتعرف عليها اهو. وبعد كده الفيرب تو بي، ما انا بهيئ له، لازم اعرفه الضمائر الفاعل الاول، وبعد كده اديله الفيرب تو بي على طول برسمه جميله مبسطه. تمام كده، واحكيها له على هيئه هدوته يعني. تمام، طيب اهو كده، ويحل برضو شتات عنهم، شتات كتيره قوي خاصه بالفيرب تو بي، وده الخاص، ده الخاص بالجرامر، ده الكتاب اللون ريد ده او اللون احمر خاص بالجرامر. اوكي، كتاب الفونكس بقى عشان كله بيسأل عنه، هو تبع كتاب الجرامر، هقول لكم برده صفحته كام صفحة، 66 صفحة. تمام، كتاب الفونكس زي ما انتوا شايفين، ده مهم قوي، اللي الطفل هنا بيسمع من الكلمات اللي هو خدها، بيسمع اصوات الحروف وبيعمل عليها سيركل. تمام كده، بياخد طبعا على الفاولز. تمام، ويحل برضو شتات عليها. بياخد ازاي يفرق بين الكي كي والسي من حيث الكتابة او السبلل، دي مهمة جدا، ودي شرحتها مع فريدة قبل كده في فيديو لايف. تمام، برسومات جميلة وبسطة اهو، وازاي يفرق بين السي اللي هي هارد سي وسوفت سي اهو، وشتات برضو اهو، وامتى يفرق بين الهارد جي والسوفت جي. اهو، ويحل برضو، هياخد على الحروف المركبة اللي هي دي جرافس، ودي مهمة قوي.
وطبعا شرحت لك انت ازاي تشرحي له توصلي المعلومه دي ازاي، يعني اسلوب شرحي انا حطيته كده اكني بكلمك انت شخصيا، تمام؟ وشرحت لك اهو زي ما انت شايفه ازاي تشرحي له توصلي المعلومه دي، الجرافز دي او الحروف المركبه دي اوصلها له ازاي وهو صغير، تمام زي ما انت شايفه، تمام كده. وهي وهنا برضو تمام كلمات زيادة إضافية، وهنا برضو شتات يحلها زي ما انتوا شايفين. طيب دي خاصة بالجرافس. هنا عندي شورت فاولز بكل حالاته، الكتاب ده اللي مليء اللي هي الشورت فاولز، تمام كده اللي انا شرحت فيه بكل تفاصيله. انا شرحت على الفول شورت فاولز عموما، وبعد كده رحت شرحت على الشورت ايه بكل الفاميليز بتاعته، يعني فاميلي اب، فاميلي اد، فاميلي اج، فاميلي اب، وهكذا بكل تفاصيله زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى شتات بسيطة كده اللي هو يلونها عشان، وطبعا هو بيلون لازم يلطق الكلمة لاب، تاب، هاد، ساد، وهكذا اهو. ده كل ده خاص بالشورت ايه، شتات عليها اهو. لا اعتذر معلش على ال للناس اللي بتاعتك الوباكية دي. طيب إيه، وزي ما احنا قلنا اهو شورت ايه برضو شتات كتير قوي خاصة بيه. بعد ما تخلصي الشورت ايه بتخشي على الشورت ايه، وشرحت لك بالتفصيل ازاي تميزي بالشورت ايه وتقوليها ازاي وتلتقيها ازاي، او زي ما انت شايف بكل الفاميليز بتاعته. وهنا برضو هيحل شتات عليها زي ما انت شايفه اهو. بعد كده الشورت اي كل الفاميليز بتاعته وشتات عليها، شورت او برضو ده بس قصدي جامد والله، راجل رخم كل اطلع لايف الاقيه برضو يعدي ويعمل. يلا الحمد لله. اسم الكتاب، اسم الكتاب English for Bob and Kids، ده بس خاص بالفوركس، ده الفوركس دي مجموعة كتب على فكرة مش كتاب واحد، تمام كده. ودي شورت يو بالشتات بتاعتها اهو. وبعد كده بقى شتات عامة بقى، يعني اللي هو يحل الفاولز عموما بالكل اللي اخده من اول حرف الايه لحد حرف اليو، تمام كده، يعني باللخبطة. ومش انت اخدت بقى الفاولز كلها، يلا حل بقى، تمام كده. والكتاب ده كام صفحة؟ 77 صفحة. خلص الفوركس، اخر كتاب بقى، اخر كتاب يلا صغنون اه conversation، كتاب المحادثة، يلا بينا. اللونج ان شاء الله هنزله في البارت 2 اللي هو الجزء الثاني ان شاء الله، ده الجزء الاول، يعني كل دي اجزاء اولى. الجزء الثاني هنزل اللونج باذن الله. زي ما انتم شايفين كده الفونكس فونكس اهو زي ما انتم شايفه. سوري سوري كونفرزيشن، محادثه، سوري سوري محادثه اهو. مش شارع اونلاين يا جماعه، بيتباع اونلاين، يعني ممكن تكلموني على طول لو قلتوا عايزينه اهو، تمام. برضو شتات عليها، مش انت اخدت على الهلو؟ ايه الفرق بين الهلو وهاي؟ ايه الفرق ما بينهم؟ شرحت اهو باللغه العاميه عادي خالص، اللي بشرحه للاولاد بشرحه هنا في الكتب اهو، ويلون ويقول هاي، وامتى يقول هلو، وامتى يقول جود باي، جود مورنينج، وهكذا. خلاص بياخد بقى عن الاسم لما يجي يتعرف على اسمه يقول ايه، وهكذا. اي ام باسا، باسا حبيبه قلبي، حاططها هنا في الكتابه. ربنا يبارك لك يا لولو، يا رب يحفظك ليا يا رب، تمام كده. هالو واتس يور نيم، ام باسا، وهكذا، تمام كده. طيب ايه تاني، ايه تاني اهو، شتات بقى شتات. بعد كده بناخد على السن، العمر بقى، لما نيجي نسأل على عمرنا بنقول ايه،
اهو زي ما انتوا شايفين. ايه شتات كتيرة قوي. بعد كده بياخد على الساعة والتايم يزيد، بس حاطط له حاجات بسيطة اللي هو يعرف الساعة تاتا بالظبط تتقال ايه. دي شكل ساعة تجريدية كده عادي، بس هنا بنسأل بقى على الساعة، اتيز مثلا كذا، اتيز كذا. ف هنا مثلا يقول مثلا اتس فور اوكلوك، يعني بناخد هنا الجزء ده بالذات للطفل عشان ما نعقدوش في التايم او يتعرف على الوقت. بديله الجزء البسيط اللي هو المفروض يتعرف عليه، تمام كده، اللي هو 3 بالظبط 2 بالظبط زي ما انتم شايفين. وشيتات بقى كده، خلص الجلوفرزيشن، خلاص خلص. كتاب كام صفحة؟ 37 صفحة. أضير الكاميرا بقى وأرد على الأسئلة. الحمد لله 4 كتب زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، 4 كتب. الكتاب الأول اهو اللي هو خاص بالفوكابلري، الكتاب التاني خاص بالجرامر، الكتاب التالت خاص بالفونكس، الكتاب الرابع خاص بالجلوبرزيشن محادثة، تمام. هرد على الأسئلة، حاضر. الكتاب ده ينفع للطفل من 5 سنين لحد KG2 عادي، او ممكن اولى ابتدائي كمان يرفع عادي. بس انا بنزل اجزاء، يعني خلاص خلصت الجزء الاول، ان شاء الله برضو في جزء تاني بعد ما تخلصي الاجزاء دي كلها مع الطفل. زي طبعا انت مش هتشرحي الكتاب ده كله وتخلصيه وبعد كده تخشي على الجرامر وبعد كده تخشي على، لا، كل مره جزء.